الخير وحلقة جديدة من برنامج أخبار الصباح ليوم السبت 3 آب. البداية رح بتكون مع السياحة الداخلية المفقودة بلبنان لنرجع ننتقل للإفطار السنوي للقاء العلماء اللبناني وآخر الأفلام بفقرة السينما، بالإضافة طبعا لتفاصيل عن فعاليات بطولة القارات لأقوى رجل بالعالم. أما ضيفنا لليوم فهو خالد طقوش رئيس دائرة الإعلام بجمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية ليخبرنا عن نشاطات هالجمعية خلال هالشهر المبارك. ولكن البداية مثل العادة بكون مع حالة طقس، ومعنا على الخط الأستاذ عباس عبيد من مصلحة الأرصاد الجوية. أستاذ عباس صباح الخير، كيفك؟ صباح النور، كيفكم أنتم؟ ماشي الحال، تفضل شو في عندك معلومات وتفاصيل عن طقس اليوم؟ الطقس كما هو سبق وعم يمر علينا، التغيير هو رح يكون بين درجة بالزايد أو درجة بالناقص. بكرة نسبيا بشكل نسبي رح يكون في انخفاض طفيف بدرجات الحرارة. نعم. والتنين بيرجع الطقس مثل اليوم. نعم، بالنسبة للرطوبة؟ الرطوبة موجودة دائما على الساحل بين 60 و80%. بالنسبة للحرارات تقريبا على الساحل بحدود 33 درجة كحد أقصى اليوم، بكرة على الجبال ب 28 درجة، وبالداخل بين 33 و 34 درجة. نعم، شكرا لك على كل هالمعلومات استاذ عباس، بنتمنى لك ويكند حلو. جوال صباح الخير. صباح الخير، تيارات لك للمشاهدين. اليوم الجولة السياسية أبرز ما تصدرت بعناوينها راح بتكون كلمتي رئيس سعد الحريري وسيد حسن نصر الله والعناوين. البداية مثل العادة مع النهار الحريري، بعد إطلالة شخصية مفاجئة لنصر الله، ماذا سيفعل الحزب إذا سقط النظام وطار بشار؟ جهوده بعد الفطر للتوافق على حكومة على قاعدة موقف سليمان وضمن أسرار الآلهة، تشجع دول شقيقة وصديقة لبنان على طرح إعلان بعبدة رسميا أمام الجامعة العربية وأمام مجلس الأمن، خصوصا بعدما أعلن البيان الرئاسي الأخير لهذا المجلس تأييده الإعلان حماية لاستقرار لبنان. اتهمت أكثر من جهة عربية دولية بمعرفة مكان وجود الشيخ أحمد الأسير، وهل في إمكان الدولة القبض عليه إذا عرفت مكانه؟ تساءل نائب من تيار المستقبل، هل تغير دعوة الرئيس بري الرئيس الحريري إلى العودة لتشكيل الحكومة شروط حزب الله للمشاركة فيها؟ وختاما في النهار بقلم المطران جورج خضر، الحياة الجديدة. ننتقل إلى السفير نصر الله، لن يحيد الشيعة عن درب فلسطين، الحريري يجدد الحرب على حزب الله من جدة. بيرنز في القاهرة مجددا والبرادعي يشدد على الحل السلمي، مصر تهدئة مؤقتة يخرقها الإخوان، وختاما المسلحون يهاجمون قرى كردية في الحسكة. من السفير إلى عناوين الحياة، وبالعنوان الرئيسي، بيرنز في القاهرة والعريان لا يستبعد لقاءه والبرادعي يتحدث عن صفقة شاملة، مصر جهود دولية لحل سياسي. خطاب شيعي لنصر الله يدعو فيه لتنظيم الخلافات المدمرة، والحريري يطالبه بالتضحية المتبادلة بعدم المشاركة في الحكومة. ديلاي تدعو للتحقيق في إعدامات خان العسل ومقتل 12 متشددا في الاشتباكات مع الأكراد. وختاما في الحياة، أمريكا تحذر من هجمات للقاعدة. جولتنا بالتابع، ونوصل إلى عناوين صحيفة المستقبل يلي نشرت بصفحتها الرئيسية من الشاشة العملاقة يلي طال من خلالها الرئيس سعد الحريري امبارح خلال إلقاء كلمته، وبالعنوان الرئيسي، دعم سلام في مهمته وحي الجيش وأكد سقوط السلاح من الاستراتيجية الدفاعية بعد تحويل وجهته إلى الشعب السوري، الحريري لحزب الله لنخرج سويا من الحكومة إلى الحوار. تظاهرات تعم سوريا تضامنا مع أحياء حمص المحاصرة ومواجهات في مختلف المناطق، الائتلاف نظام الأسد ارتكب أكثر من 20 مجزرة في رمضان. واشنطن تسعى إلى حل سلمي والأولوية لعودة الوضع إلى طبيعته، الإخوان يتحدون قرار فض الاعتصام. وختاما بقلم بول شاول، عزلة الإخوان المسلمين في مصر. جولتنا بالتابع، وصورة نفسها نشرتها الأنوار بالإضافة لصورة للسيد حسن نصر الله، وبالعنوان الحريري يقترح البقاء مع حزب الله خارج الحكومة والاشتراك معه بالحوار. نصر الله في يوم القدس ندعو إلى وعي المخاطر، الحريري مشكلة السلاح لا تحل في مجلس الوزراء. وبقلم المحلل السياسي، الأوطان والإنسان أبقى وأهم من التخويف بالصواريخ. 14 أذار الصواريخ كانت موجهة إلى القصر الجمهوري. وختاما بقلم رفيق خوري، تحديات الرد العملي على الحوار بالصواريخ.
منتابع جولتنا وبنوصل إلى اللواء الحريري لحزب الله لنضحي معا بعدم المشاركة في الحكومة. نصر الله يظهر لأربعين دقيقة مؤكدا الوقوف وراء الجيش، والحزب يدين ربط الصواريخ بخطاب سليمان. وختاما في اللواء، الإخوان يوسعون دائرة الاعتصامات لإفشال خطط الداخلية، بيرنز في القاهرة، واتصالات دولية عربية لمبادرة حل. من بعد اللواء جولتنا بتتابع مع البلدية اللي كتبت بعنوان الرئيس الشيخ والسيد يتظللان الشجرة المذهبية. شطح التقارب السعودي الإيراني يتطلب أسسا واضحة. اللبنانيون في الخليج على مذهبهم يحاسبون. صدمة سلبية اقتصادية خلفتها حادثة الصواريخ. أنصار مرسي يتحركون نحو المقار العسكرية. وبختم مع عنوان أخير العالم يحيي يوم القدس. نوصل إلى الصحف باللغة الأجنبية بترجمة العناوين الديلي ستار. الحريري لحكومة من دون المستقبل ولا حزب الله. الرئيس السابق للحكومة يعلن استعداده لحوار وطني حول السلاح. بعيدا عن السياسة بتغطي الديلي ستار أسبوع موسيقي من أجل حل النزاعات. المحكمة الخاصة بلبنان تحدد شهر كانون الثاني عام 2014 موعدا جديدا للمحاكمة. من ديلي ستار إلى لوريان لوجور وعناوين ولا أي قاسم مشترك صغير بعنوان الرئيسي، وأيضا تحت العنوان الحريري لحزب الله لن نقبل بصيغة سلاح شعب مقاومة. نصر الله من مصلحة المنطقة محو إسرائيل. سليمان ثابت في قناعاته. وبعيدا عن الأخبار السياسية إذا بدنا نطلع شوي اقتصاديا، 82% من اللبنانيين متشائمون من سوق العمل عام 2012. وختاما المتظاهرون المؤيدون لمرسي في مواجهة الشرطة والجيش. منتابع جولتنا مع عناوين صحيفة الشرق. سليمان لمرسلي الصواريخ لن تغير الثوابت والقناعات. الحريري هناك رئيس مكلف حائز على ثقتنا وثقتكم. ماذا سيفعل حزب الله عند سقوط بشار؟ نتطلع إلى عودة العلاقات بين الأخوة في الوطن الواحد. وبقلم عون الكعك ضمن رأي الشرق مقال بعنوان المرتزقة. وبختم مع صورة رئيسية البحث عن خروج كريم لمرسي. انقلاب في الموقف الأمريكي. الجيش تدخل لحماية الديمقراطية. منتابع مع الشرق الأوسط. الحريري دعاه إلى تضحية مشتركة بالخروج معا من الحكومة. حزب الله يستنكر اتهامه بصواريخ القصر الرئاسي اللبناني. طائرات مقاتلة من نوع F-5 ومدفعية ثقيلة تستخدم للمرة الأولى. الجيش التونسي يقصف إرهابيي الشعانبة جوا. دبلوماسية غربية متسارعة لاحتواء الأزمة. اشتباكات أمام مدينة الإنتاج الإعلامي. مصر الإخوان يرفضون فض الاعتصامات. ننتقل إلى صحيفة الأخبار يلي كتبت بعناوين اليوم الحريري لحزب الله ضحي معنا ولنمتنع عن المشاركة في الحكومة. وختاما لا رواتب للقطاع العام. ومنختم جولتنا على العناوين السياسية مثل العادة مع الجمهورية. سليمان الرسائل الصاروخية لا يمكن أن تغير في القناعات. خطابان ناريان لنصر الله والحريري. واشنطن تفيد بيرنز إلى القاهرة وهبة غاز قطرية. وختاما أمجاد كرة السلة مع إدغار سليم فهل تعود؟ هيك بنكون ختمنا جولتنا السياسية على العناوين. فاصل إعلاني أول ومنرجع نتابع أخبار الصباح. جولتنا الثقافية لليوم رح تاخذنا على قرى لبنانية كتيرة بالإضافة أكيد لنشاطات بتستضيفها العاصمة. ولكن البداية مع دورة تامنة من مهرجانات إهدنيات اللي بتفتتح نشاطاتها مساء اليوم مع فرقة فهد العبدالله. هالفرقة يلي تميزت طوال 30 سنة بتطوير فنون الرقص الشعبي وعرضت أعمالها على المسارح اللبنانية والعالمية. الحفل اليوم بينطلق بتمام الساعة 9 المساء. من اهدن الى سمار جبال وهالمهرجان يلي بيستضيف اليوم الفرسان الاربعة والحفل كمان بتمام الساعة 9 المساء. من وادي لوادي ما قدر عليها الصياد.
الصياد من وادي لوادي ما قدر عليها الصياد وحياة عينك يا عصفورة قلبي ناويلك بدي شفلك شي زعرورة وفيها أصليلي وحياة عينك يا عصفورة قلبي ناويلك بدي شفلك. أما مهرجانات ظهور الشوير وعيد المغتربين فبتستقبل اليوم الفنان رامي عياش يلي بيعطينا موعد بحفل موسيقي على الساعة 9 المساء. ومش في الدمع ولا في الناس الشيانة كل اللي في قلبه حاجة أو مضوّل ومش في الدمع ولا في الناس الشيال كل اللي في قلبه حاجة. من ظهور الشوير بننتقل إلى قرية غلبون، وهالسنة البرنامج منوع بين نشاطات بيئية صحية فنية ورياضية. الموعد اليوم رح بيكون مع دورة إسعافات أولية بالإضافة لدورة رياضية. أما من أقرب المواعيد الفنية فسهرة مع الفنان هشام الحاج ب 16 آب. إلى العاصمة اللبنانية وتحديدا مترو المدينة بالحمراء يلي بيستضيف اليوم كونسرت مع إلي رزق الله وجون فياض، ديو موسيقي بخدنا للمرحلة الذهبية من الأغاني العربية، والحفل الموسيقي ببلش بتمام الساعة 9:30 المساء. بجولتنا بنرجع نطلع الى الجبال اللبنانيه وتحديدا ترشيش وسيني كارافان، هالنشاط السينمائي يلي بنظمه الانستيتو فرانسي دو ليبان يلي عم بيجول بكافه الضياع اللبنانيه من الشمال للجنوب. اليوم بيعطينا موعد فاذا معارض لفيلم ذا لبانيز روكت سوسايتي بساحه كنيسه السيده بتمام الساعه 7 والدعوه مفتوحه للجميع. This is the very beginning of trying to figure out a propellant that would work. Only the major powers had rockets and propellants. Lebanon did not have that. I looked at my students and said, we're going to start from scratch. And for that, we did experiment with different chemicals. At that point, we said, okay, now we can look at larger rockets. مشروع الفضاء صدر الأخبار. بكرة ختام مهرجانات غزير، والختام رح بيكون مع تحية خاصة للجيش اللبناني بمناسبة عيده، ومن بعده حفل موسيقي مع الموسيقار ملحم بركات. بدك مني وشو بدك ما بدك شو بدك وصل ورد العلى خدك أنا حدك ما بدك بدك مني وشو بدك ما بدك شو بدك وصل ورد العلى خدك أنا حدك ما بدك. بس انت لو تفهمني من حبك لا تحرمني أنا ما بعرف علمني كيف بيقسى الحديد. وموعد بيتكرر كل سنة، موعد نشاط بنظمه لجنة أصدقاء صورات، هالضيعة البترونية اللي بتقدم حفلة الموسيقى الكلاسيكية تحت أقدم سنديانة بالضيعة، مع الحفل يلي رح بيكون نهار السبت المقبل بعشرة آب وعزف لمعزوفات لأكبر مؤلفي الموسيقى مثل بيتهوفن وغيرهم. منتابع مع ضمن أمسيات بابل الرمضانية، أمسية بتجمع آلتي البيانو والعود سوا مع زياد الأحمدية على العود وإلي معلوف على البيانو، وبرافقهم سمير نصر الدين على الإلكتريك بيس وبهاء كمال داو على البيركوشنز. حفل بيقدم خلاله إلي معلوف وزياد الأحمدية مؤلفات خاصة فيهم. الموعد بكرة فأزان على خشبة مسرح بابل على الساعة 10 المساء.
بعد في خبر سريع عن مهرجانات بيت الدين. بكرة جمعية لبام، هالجمعية اللي بتضم شباب وصبايا بيعزفوا الموسيقى، بيقدموا حفلهم السنوي للسنة التالية على التوالي، وهالحفل هو مجاني بباحة قصر بيت الدين، بالإضافة أكيد لمعرضين فيكم تتابعون خلال هالفترة، معرض خاص بالمخرج الراحل مارون مغدادي والفنان أنشار بسبوس. أما ختام فعاليات مهرجانات بيت الدين بعشرة آب مع الفنانة باتيسيا كاس، وتحية خاصة للمغنية الفرنسية الراحلة إيديت داف. وضمن صالون سبت لليوم زميلتنا وردة بتستضيف الدكتور فارس سعيد، والموعد بتمام الساعة 8:30 صباحا على راديو الشرق. بنرجع ننتقل هلا لجوال وجولة على أحوال السير. مباشرة إلى غرفة التحكم للمرور ببيروت مع رقيب أول خضر بازي. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله تمام. نحن خلال حديثنا رح تقطع المشاهد وبلشنا نشوف جسر سليم سلام، شو فينا نحكي عن حال الطرقات اليوم؟ يعني حركة السير اليوم تعتبر إلى أشبه بالطبيعية جدا على جميع الطرقات. نعم. خصوصا مداخل بيروت من الشمال أو جنوب أو الباب. نعم. حتى داخل بيروت عنا حركة سير طبيعية لناشطة، ما في عنا أي ضغط سير بأي مكان حاليا. يمكن لانه اليوم كمان السبت معظم صحيح، يعني كمان هلا بلشت المدن العالم تتوجه باتجاه الضياع بمناسبه الاعياد، ان شاء الله بتنعاد على الجميع. وعليك كمان يا رب، نحن شفنا كمان بعض المشاهد انت وعم تحكي، بدنا نضوي على ما بعرف اذا في حوادث سير سجلت من امبارح لليوم. صح، امبارح للاسف كان عندنا يوم حافل، عندنا من قفل على جمع مختلف الاراضي اللبنانيه، عندنا 10 جرحى بالاضافه لقتيلين. الحادث الابرز كان هو شاحني على طريق بلوني امبارح العصر، طريق بلوني عجلتون، ادت الى وفاه سائقه صدامه بجنب الطريق، ادت الى وفاه سائقه على الفور. بالاضافه الى حادث سير كان عندنا امبارح كمان مساء على طريق المطار بالانفاق، 10 سيارات اصطدموا ببعضهم. انت اقتصرت هذا الحادث على الاضرار الماديه، نتمنى نحن السلامه العامه دائما للمواطنين. اكيد الحمد لله على السلامه للجرحى. نحن بنشكر مداخلتك الرقيب اول خضر بازي، يعطيك العافيه، بكره بنحكيكم باتصال جديد. لا توقف مع فاصل اعلان ثاني بحلقتنا، وبعده متابع اخبار صباح، خليكم معنا. صباح الخير عن جديد. من المقام الأول في الجمهورية المنهكة صدر البيان رقم 1 بعيد الجيش، وأسقطت ورقة التين عن السلاح غير الشرعي، وسقطت معها ثلاثية الجيش الشعب والمقاومة، فالاستراتيجية الدفاعية للمؤسسة العسكرية وحدة. على وقع الرسالة الرئاسية جاء الجواب ميدانيا بصواريخ مدمغة بتوقيع المقاومة، وبلغة مباشرة تكلم حامي الدستور، وبلغة الكاتيوشا جاء الرد. سلاح النصر أغفل حيفا وأصاب القصر الجمهوري وإن لم يصبه، باسم الجيش والشعب ومن الفياضية وأمام الضباط المتخرجين أطلق الرئيس رصاصة الرحمة وبلش العد العكسي. رغم حالة التصعيد بالمواقف السياسية والردود الارتجالية أو المدروسة لأبقاء البلد رهينة السلاح، إلا أنه بيبقى للبنان سحره الخاص. أكيد ما في أحلى من لبنان، جواب بديهي إذا سألنا أي مواطن عن أجمل وأفضل بلد بالعالم، ولكن هالجواب العفوي ما عم بيترجم على أرض الواقع بسياحة داخلية، وبالتالي بيبقى السفر للخارج وتمضية إجازات بالبلاد القريبة والبعيدة هوس كل لبناني. ليش وشو الأسباب؟ منتبع سوا بتقرير لزميلنا خالد أبو شقرة. جايين يا أرز الجبل جايين، اشتقنا الجبل نيح عالجبل صني، تحت السماء ما في مثل لبنان، لبنان أحلى وش أعلى جبين. إذا كان لبنان بمساحته الصغيرة بيختصر جمال العالم وبيضم بين ساحله وجبله معالم سياحية أثرية ترفيهية وتاريخية ما إلى مثيل، وإذا كانت كل منطقة أو مدينة أو حي بيصلح يكون مقصد سياحي، بحق لنا نطرح علامة استفهام كبيرة حول رغبة اللبنان بتمضي إجازات وأيام عطل ببلدان تاني يمكن ما تكون أجمل من لبنان ولا أخف تكلفة، ومن دون ما يكونوا زايرين أو معرفين على كل لبنان.
زايرة كتير مناطق بس مش كلها، بس بضل عندك حشرية انه بتقول بزور برا وهيدا اللي حقالي. في مناطق مش زايرة بس ما بذكر، يعني يمكن الشمال مش كتير بعرفه، بس جنوب شوي كتير يعني لقدام ما بعرفه كتير. في مناطق بالبقاع ما بعرفها، في مناطق بالشمال كمان كلها ما بعرفها. قبل ما افكر روح زور برا بدي يكون قبل شيء زهر المناطق اللبنانيه. اشتقنا الفعلوغه الحمانه، الشوير اللي في شري برمانه، والبدمري السبع للبكفيه، الغسطه الميروبه الفاريه، التل التحريصه الصخر النوبي. يعني احنا هلا جروب بدنا نسافر قريبا ان شاء الله على تركيا. أنا لبنان لحين نشوفه كله، برا مش هتود فينا نسافر. لا في شوي مزايرتهم صراحة. صنين ما رايحة. بشري لا. عكار لا. عيون السمك لا. بقى من زيلة البقى. بغار تجعيطة مثلا، قصر موسى مثلا، بسور، قلعة سور، ما زرتهم يعني. في المناطق اللي مزايرها يعني مثل البطرون وهيك الشيء لفوق. لبنان احلى بلد، بس المشكله ما عم نقدر نروح لكل المناطق لنتمتع بجمال لبنان. بس هو بلدنا بيهتموا شوي ببلده بهالشعب والله. الاسباب اللي بتوقف ورا رغبه الكتار من الشباب والصبايا بالخروج من لبنان كتيره، منها ما هو متصل بمشاكل ظرفيه، ومنها ما له علاقه بنقص حملات الترويج، ومنها مرتبط بالعادات والتقاليد واسلوب عيش اللبنانيين. زير كل لبنان لا، بتعرف ليش؟ لاني بخاف على حالي، يعني اذا رحت على البقع مثلا حدا يخطفني. نحن كلبنانيه كثير بنحب نفشخر انه انا رحت للمحل الفلاني، انا عملت كذا، انا عملت كذا، مش بلبنان، مع انه نحن عندنا اشياء كثير مهمه وكثير حلوه بلبنان. بيكونوا خايفين يلي مش زايرين بلدهم، بيكونوا خايفين يجوا. اغلبيتهم برستيج، انه نحن عرفت كيف، نحن رحنا قضينا جمعه بتركيا او جمعه مثلا بايطاليا. أوكي. هيك بتصير. واكيد بحب اعمل سياحه برا لحتى نخلص من الستريس اللي نحن عايشين فيه هون، نبقى مالقزين. يعني هلا جايين مثلا لهون بنخاف انه هل منوصل ولا بده يصير في شيء على الطريق معنا. طلع القمر وطير القمر وعشق القمر بسنة لبنان. طلع القمر وطير القمر وعشق القمر بسنة لبنان. لا هو ناقص دعاية، لانه حتى يعني وزارة السياحة المفروض هي تعطي تعليمات للمواطنين وين في مناظر، وين في مناطق سياحيه، وين في ما بيعرفوا شيء، حتى بلدهم ما بيعرفوا في شيء. ما عندهم علم واطلاع كيف، ما في دعايات ليعرفوا اماكن سياحيه عندنا بالبلد. بلادنا احلى بلاد يا معلم، انا بحار بار من الدنيا كلها ورجعت بلدي. اكيد ما بيعرفوا لبنان لانه الوضع الامني بس اعطيه امان، ولبنان اجمل بلد بالعالم واسمع من هالشيبه. التعرف على حضارات بلاد تاني مهم كتير، لكن بيبقى الاهم التعرف على لبنان بسكانه ومناطقه، وهي خطوه كفيله بين عيش السياحه وتحريك العجله الاقتصاديه بهالايام الصعبه اللي عم يمر فيها البلد. اشتقنا على بعلبك وقلعتها، اشتقنا لزحلي وجرم كبتها، البيت شباب اهدين الحصرون، صوفر لعلي بحمدون، الجسين للباروك لبعقلي. بس بالنهاية ما في أحلى من لبنان. رح نتابع حلقتنا ضمن اللقاءات يلي تتيح النهوض والتواصل بسبيل الحوار والتضامن الوطني. عقد اللقاء العلماني اللبناني والمركز العربي، عقد اللقاء العلماء اللبناني والمركز العربي للحوار افطار سنوي بحضور شخصيات سياسية دينية وناشطين بالمجتمع المدني. شو تخلل هالافطار يلي أقيم بفندق ريفيرا؟ منتابع سوا بهالتقرير. عقد اللقاء العلماء اللبناني والمركز العربي للحوار إفطار سنوي بفندق الريفيرا ببيروت بحضور عدد من الشخصيات السياسية ورجال الدين وناشطين بالمجتمع المدني يلي التقوا تحت عناوين عريضة، منها إنجاز مشروع الدولة، تعزيز الوحدة الوطنية ودرء الفتنة عن لبنان. هذه الدعوة وهذه الرسالة هي
بعنوانها صونا للوحدة ودرءا للفتنة وإنجازا لمشروع الدولة. الهدف الأساسي من هذه اللقاءات التي أحببنا أن تنشأ في طوائف أخرى وكما أنشأناها هي تعريف الناس بأن الطائفية البغيضة هي سبب أساسي لتفرقة اللبنانيين. كل من يؤمن بهذه المبادئ في الحرية والسيادة والاستقلال نحن وياه أخوة ولاد وطن واحد وبيربطنا نفس المصير. أنا بحس علي واجب أنه حتى بترك عائلتي في الشهر الفضيل وبلبي هذه الدعوة الوحيدة تضامنا وتأييدا للبون في هذا اللقاء المدني مع أنه في وراء مشايخ وسيات نتمنك شايف ولكن يدعو إلى الدولة المدنية الدولة العلمانية التي ترعى الإنسان اللبناني. الحفل تخلله كلمتين للعلامة محمد حسن الأمين ورئيس اللقاء العلمائي اللبناني الشيخ عباس الجوهري، شددوا خلالهم على أهمية الحوار بين اللبنانيين بالإضافة للتشديد على العدالة والتعدد والديمقراطية داخل المجتمع اللبناني، مع التذكير برفض زج لبنان بأي معركة عسكرية خارج حدوده بإشارة لمشاركة حزب الله بالحرب الدائرة بسوريا ورفض أي استقواء بالسلاح داخل المجتمع اللبناني. أنا بتقديري رسالة من وراء هذا الإفطار هي رسالة بنكررها على طول وهي أنه التنوع التعدد هما عنوان لبنان وعنوان كل المجموعات الطائفية والمذهبية فيه، خارج هذا العنوان لا وجود لأحد ولا وجود للبنان. طبعا هذا يعني إفطار سنوي أنا بحضره للمرة الثانية، العلاقة اللي بتربطنا سواء مع اللقاء العلمائي أو مع المركز العربي هي علاقة فكرية، يعني نحن على سوية ثقافية واحدة سواء من حيث نظرتنا إلى لبنان أو نظرتنا لدور لبنان العربي. نعتبر أنه لا قيام للبنان إلا ما عندما نكسر الاصطفافات المذهبية والطائفية لنذهب إلى اصطفافات سياسية حقيقية تخترق كل الطوائف وكل العقائد الدينية. متفقون سياسيا على أننا نمثل طائف واسع من الاعتراض على الواقع الشيعي، على واقع الشيعية السياسية الحاكمة بالثنائية الشيعية. يعني هذه المشاركة هي تعبير عن يعني جهد يبذل من أجل بلورة تيار اعتراض على سياسة الثنائية الشيعية. أنه نحن نؤمن بهالكلمتين إيمان عميق جدا، نؤمن باللقاء ونؤمن بالحوار. بقى المحاولة بناءة جدا مفيدة جيدة أنه يكون في بوسط رجال الدين ناس عم تفكر بشكل إيجابي وبناء، وهذا شيء نحن بحاجة له لأنه بيأثر على المجتمع المدني. مثل ما عودناكم عم نحاول دايما قدر المستطاع من خلال فقراتنا أنه نختصر الحركة الثقافية بكافة المجالات ومن بينها السينما. أفلام عديدة وصلت على صالتنا المحلية أو حتى رح نكون بانتظار وصولها. كل أخبار ممكن تتابعوها مع زميلتنا ماري تيريز معلوف بها التقرير. فقرة أسبوعية من السينما رح نستعرض فيها كل الأفلام يلي رح تبلش هالأسبوع إلى جانب الأفلام يلي ما زالت عم تنعرض بالصالات اللبنانية. هالأسبوع رح يبلشوا فيلمين جديد. الفيلم الأول هو Despicable Me 2. Mr. Gru, Agent Lucy Wilde of the Anti-Villain League. You're gonna have to come with me. Oh, sorry. You know, you really should announce your weapons after you fire them. For example, Lipstick Taser. من أكثر الأفلام يلي كنا منتظرينهم لهالموسم فيلم المغامرة الكوميدي Despicable Me 2 بتقنية 3D. هالفيلم الأنيميشن مع شخصياته عاد بجزء جديد. تم
تدعي إجرو ورشح من قبل جامعة ضد الأشرار ليقوم باتفاقية مع مجرم خارق عنده قدرات رهيبة. شو رح يصير وشو المواقف الكوميدية يلي رح تصير لما رح يقوم بهالمهمة؟ أصوات الشخصيات للممثلين ستيف كارل، بنجامين برات، كريستن ووك وراسل براند. Are you really gonna save the world? Yes, right, baby. Gru's back in the game with cool cars, gadgets. How is it working? And weapons. الفيلم الثاني اللي رح يبلش هالأسبوع بالصلاة هو فيلم سبايدرز بتقنية 3D، فيلم مغامرة وخيال علمي مرعب. مجموعة من العناكب رح تحتل مدينة نيويورك ورح تتكاثر وتقضي على الناس. كيف رح يقدروا يواجهون بهالفيلم؟ Won't be complaining about the rats anymore. الأسبوع القادم رح يبلش مجموعة أفلام كتير ضخمة وغنية منا فيلم سميرفز يلي كلنا ناطرينه. رح نستعرض سوا هلا الأفلام يلي بعدها عم تنعرض من الأسابيع السابقة بصلاتنا اللبنانية. الفيلم الأول هو Now You See Me، الفيلم الثاني World War Z، الفيلم الثالث White House Down، وما زال عم ينعرض الفيلم الكوميدي The Heat وفيلم الأنيميشن للكبار والصغار Monsters University. إلى جانب وولفرين، لولا فيرسز وفيفا لا فرانس. وكمان بعده عم ينعرض فيلم الأكشن والمغامرة والخيال العلمي Pacific Rim. هيك استعرضنا سوا الأفلام يلي بلشت هالأسبوع والأفلام يلي بعدها عم تنعرض، هيك بتتمكنوا بنهاية الأسبوع إنكم تشوفوا واحد من هالأفلام. خلصت فقرتنا لليوم، أنا بشوفكن بحلقة جديدة. باي. نتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم خالد طقوش، رئيس دائرة الإعلام في جمعية الإرشاد والإصلاح. أهلا وسهلا فيك خالد. ينعاد عليك ولو مبكر شوي عيد الفطر، على أمل أنه ينعاد على اللبنانيين بالخير والبركة. جمعيتكم ناشطة جدا خاصة بفترة شهر رمضان، رح نحكي عن كل النشاطات اللي بتعملوها، بس بالبداية بدنا نعرف بشكل سريع عن الجمعية وأهدافها. نعم، جمعية الإرشاد والإصلاح أول شيء بداية بدي أعايد كل المشاهدين وإن شاء الله بيكون هيك ختام شهر خير وفضيل على الجميع. جمعية الإرشاد والإصلاح جمعية عمرها صار بحدود 30 سنة، بتشتغل بميادين كتير متعددة من التربية للثقافة للعمل الاجتماعي والعمل الخيري واللي هن يعني عماد من أعمدة العمل بالجمعية، بالإضافة إلى مواكبة الإنسان بكل مراحل عمره، يعني من الناشئة ببلش الأطفال، دورات الصيفية، النشاطات الترفيهية، النشاطات التثقيفية، من بعدها بصيروا بمرحلة الطلاب اللي هي بيشتغلوا فيها عمل تطوعي، عمل بيشتغلوا فيه على الأرض، مساعدة الناس، عمل كشفي، عمل إنساني، ومنروح بعدين على العمر الأكبر لتتوسع بقى الأعمال بالعمل الخيري اللي هي في بقلب أقسام كتير يعني متعددة، بس الروحية فيها هي بناء الإنسان، مساعدة الإنسان بدون إذلال وبدون يعني تربيح جميلة. بالضبط. نعم. يعني محاولة أنه إحنا نواكب الأسرة بتنمية أسرية دون أنه والله بس أعطيه مصاري وخليه مش شفقة، وخلينا نقول أنه هالنشاطات عم بتكون على مدار السنة. صحيح. بس دايما بخلال شهر رمضان المبارك هيك بيكون عندها طابع مختلف وخاص. أكيد هي بركة وشعار رمضان. خاص كمان. صح، انطلاقا من فكرة أنه إحنا نسعى إلى التمسك بالإنسان وإحياء الإنسان، كان شعار رمضان هالسنة من رمضان أنا إنسان أفضل. وهالأفضلية بتكون بكل نواحي حياتنا، بعملنا الإنساني، بصلاتنا، بعبادتنا، بعملنا التطوعي، وحتى كمان بعلاقاتنا مع عائلتنا، مع الأسرة، بكل شيء ممكن الإنسان يكون يمر فيه بحياته يكون الإنسان أفضل، يعملوا بصورة أفضل. يعني شو النشاطات اللي رفعت الشهر الكريم السنة؟
شهر رمضان يعني مروحة نشاطات كتير عريضة، بس بحب اذكر منها هيك البعض لانه في بقلبها تميز. اهمها كان افطارات الفرح. افطارات الفرح هي افطارات تقام للطلاب وللناشئة، بيجمعوا فيها ايتام ومحتاجين وكذا، وحدهم جنبا الى جنب هن الطلاب اللي هن من عيال عادية، وبيأكلوا مع بعض، بيفطروا مع بعض، بيلعبوا مع بعض بألعاب تثقيفية وترفيهية. عملوا زيارة مثلا لجعيتا، عملوا زيارة على جبال، عملوا أشياء مش بس والله جبنا هالولاد وفطرنا، لا عاشوا مع بعض. وهذا المطلوب أنه اليتيم أنت مش بتتصلوا بدور الأيتام؟ صحيح، وفي عنا أيتام أصلا نحن بنكفلهم ببيوتهم. نحن بنسعى أنه ما يكون في عنا ما بدي أقول سلخ، ولكن أخذ للطفل من بيئته، خليه ببيئته. لو كان فاقد لأحد أبويه نحن نرعاه مع الأب الثاني، نسعى أنه يكون عم يتأمن له كل نواحي حياته، من تعليم لطباب صحة لذا الأفضل أنه يبقى ببيئته يعني. وبشكل كتير واضح كان هالسنة في جهد كبير لمساعدة أخواننا الضيوف السوريين بلبنان، اللي هن يعني تجاوزوا الأعداد اللي كانت متوقعة. وكان في جهد كبير خاصة من مناطق الأطراف، يعني مثلا بعرسال أو بعكار أقمنا مطبخ لإفطار لتجهيز إفطارات، تقريبا 1000 وجبة كل ليلة كان عم يتقدم لأخواننا الضيوف السوريين. الحاجة كبيرة. نعم. بس بالاخر كيف واحد عم تلحقوا؟ هو هيك يعني كيف عم تلحقوا بين اهل البلد واللاجئين والناس يعني محتاجه؟ ثقافه تربينا عليها والحمد لله هلا عم تنتقل لاجيال جديده، هي ثقافه الواجب. ما بكفي نحن نقول والله الدولة مقصرة والعالم محتاجة بس الحق على الدولة، لا، عم تقوموا بمبادرة فردية، لازم كل واحد منا يقوم بهالمبادرة، يقول لا انا واجبي اني اقدم. نعم. مش انا بدي ضل انطر. كم شخص متطوع بالجمعية؟ انتم متطوعين مزبوط؟ نعم نعم، معظم العاملين بشكل اساسي متطوعين، ولكن اكيد في موظفين لانه بالاخر حجم الاعمال ضخم صار، بس عم نحكي ما يفوق ال 500 متطوع بمختلف المناطق اللبنانيه تضغطوا هالنشاطات الكثيره. هالثقافه الفرديه اللي تكلمت عنها خالد قديش بتنعكس ايجابا على متطوعين مثلكم، يعني ان كانوا شباب وصبايا صغار او حتى يعني بلغتوا وصرتوا يمكن بمجال العمل؟ نعم. وكل شيء هو بالواقع مثل ما حكيتك هي تربيه. انا تربيت مثلا بجمعيه الارشاد من الناشئه للطلاب لحد ما صرت هلا بموقع قادر اخدم فيه اكثر. الفكرة انه يتأثر انت تربيت هنا. صحيح، يعني انت شخص من هالاشخاص. نعم. اللي كان انا عمري من عمر الجمعية يعني بالضبط سوا خلقنا بسنة 1984، يعني اختبارك مختلف تماما عن اي متطوع. صحيح. يمكن ما صحيح الحمد لله يعني، وهذا انا بدعي كل الناس انه يخلوا اولادهم يعيشوا هالتجربة، لانه فعلا الراحة النفسية اللي بحسها الإنسان لما يساعد، لما يقدم للمجتمع مختلفة عن أي شيء ممكن يفكر فيه الإنسان بحياته. فهالفكر هو تربية ثقافة وعم ينتشر بشكل واسع بسبب رؤية النتائج. الحمد لله أنه نحن عم نشوف نتائج هالأعمال. عم نشوف أسر كانت معدومة، كان في بقلبها تفكك وانهيار، صارت الحمد لله أسر مترابطة متماسكة، صار أولادها عم يشتغلوا، عم بأمنوا رزقهم وحياتهم، خلاص ما بقى محتاجيننا، يعني ما بقى محتاجين أنه الجمعية تساعدهم، صاروا هن عم يكتفوا بذاتهم. برأيك لو ما تربيت بالجمعية كنت رح تكون أنت بدورك متطوع هلأ؟ يعني بالاخر شغله راجعه على قناعه الانسان. في كثير متطوعين عم يجوا بعمر كبير وعم يامنوا بهالرساله اللي هي صادقه. هذا اللي كثير نحن بنشدد عليه، انه نحن لما نامن الثقه لاي انسان، مش بس اللي عم يتطوع، اللي عم يتبرع كمان واللي عم بيشارك بانشطتنا، بده يكون عم بحس بانه عم يتعامل مع جهه ثقه. وهذا الامر بنيناه الحمد لله بسنين طويله وعم نقطف هلا. نعم. الثمارو مشاريع كثيره عم بتقوموا فيها، بيناتها كمان في مشروع يعني خارج اطار رمضان يمكن هو على مدار السنه، مشروع بيتي بيتك. نعم. صح، بيتك بيتي. نعم، بيتك بيتي. وين صرتوا بهال هو مشروع رائد فعلا. هذا المشروع بدا من حوالي سنتين، مجموعه من النساء المتطوعات بينزلوا على الأرض. في عنا مؤسسة قطاف الأعمال الإنسانية هي اللي بتعنى بالعمل الخيري بشكل ضيق، فبياخدوا من عندهم ملفات، مين في أسر محتاجة، مين في كذا، بيروحوا بيعملون زيارات، بيشوفوا البيت،
كيف هن بيستحلوا بيتهم يكون بيشتغلوا على انه يصير هذا البيت مثل بيتهم. فكل شيء اعمال طرش، صيانه، تغيير اثاث منزله، كل هالاعمال بيشتغلوها بيطوروها بحدثوها لحتى، وكله جديد، ما عم نحكي شيء والله بجيب شيء مستعمل او كذا، لا كله جديد لحتى يحسوا هالأسرة انه انقلبت حياتهم، صار فعلا بيتهم مثل بيت اي وحده من هالنساء اللي كانت عم تشتغل. يعني في فريق مهندسين، اشخاص يعني اكيد عندهم كفاءه بمجالات صحيح. كتير متطوعين يعني صحيح. والحلو انه الحمد لله صرنا مغطيين تقريبا شيء 45 بيت صورته ببيروت اكيد قبل وبعد اكيد عم بتخبرني انك صورت مش جاي بايدك شيء، جاي عم بتهول بايدي. انتم بتعرفوا بالجمعيه بتعمل دائما نشاطات، اذا بدنا نضل نستقبلكم بتكون تجيبوا اشياء نشوفها، نحن بنحب نشوف انتم شو عاملين، نحن ان شاء الله على الويب سايت نفتخر فيكم. ايه يعني الله يسلمك، على الويب سايت موجود كل الانشطه، وعلى الفيسبوك نحن كمان الحمد لله في نشاط كبير على الفيسبوك ارشاد دش اصلاح، ويعني للمستقبل ان شاء الله في عندنا مشاريع اكبر واكبر. مشروع اساسي هلا عم نشتغل عليه هو مشروع رمضان، عفوا مشروع مركز مريم بنت عمران ومسجد حمزه اللي على الكولا، اذا منتبهين له، هذا الجامع الجديد اللي طالع حد جسر الكولا تمام. هذا الجامع ان شاء الله حد البنايات الكبيره صحيح. فهيدا بده يصير مركز ليستقطب كمان طلاب وناشئه واطفال، وعمل خيري صار منطلق فيه، حاجة كبيرة ببيروت لهيك مراكز، مش بس مطلوب انه يكون في تعليم ديني وتعليم ثقافة دينية، هذا كتير مطلوب لانه بيوعي الانسان، ولكن ايضا مطلوب عمل خدمات تربوي اجتماعي يكون عم بيحيط بالأسرة بكامل جوانب حياتها. طيب خالد، هالأعمال اللي بتقوموا فيها كلها بحاجة لدعم مادي، المؤسسة كيف بتأمنون؟ يعني إن كان انطلاقا من بيتك بيتي وغير أعمال صحيح. لا شك أنه ما في عمل بيمشي بدون دعم مادي. الحمد لله حكينا عن الثقة، وهي الثقة هي عم بتأدي لأنه شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني عم تدعم هذه المؤسسات. الحمد لله تقريبا 80-90% من أعمالنا دعمها محلي، أفراد، مبادرات فردية، ثقة الناس في بهالمؤسسات عم بيقدموا هالأموال. لكن أكيد الحاجة بعدها كبيرة، وأكيد نحن كل ما تطورت أعمالنا كل ما نحن صرنا بحاجة أكبر لدعم مادي. في دعم خارجي، في دعم خارجي كتير محدود بمشاريع معينة، يعني مثلا بتقدم الجمعية مشروع متكامل لجهات مانحة بيجي على دعم بتنفذ المشروع. ما بتعملوا نشاطات كرمال جمع؟ افطارات سنوية بتصير مهرجانات، الحمد لله عملنا مهرجان بالأضحى هديك السنة واللي قبلها، كان في بقلبه إيرادات أكيد دعمت يعني الأعمال. معارض حرفية كمان شفنا دون المشروع بيتك بيتي عندهم معارض سنوية دائما، وبيعملوا مثلا ترويقة نسائية بيجمعوا فيها تبرعات. قبل شوي قطع سبوت، ما بعرف إذا رح نقدر نرجع نشوفه، كان عبالي نعلق عليه بهيدا الوقت. خلينا نحكي عن مشاريع مستقبلية رح تعملوها قريبا. نعم، للمستقبل نحن عم نشتغل بشكل مركز على توسيع مراكز الجمعية، يعني صار عندنا مركز ببرقايل بعكار، مركز ببعلبك، مركز بعرسال، مركز الحمد لله بعرمون قائم وشغال، عندنا مركز بالإقليم الخروب، وببيروت الحمد لله صاروا مركزين ولقدام إن شاء الله عم نسعى لتوسيعها. المراكز المقصود فيها هي أنه كل مركز يكون محتوي على كل هالأنشطة، على مروحة كبيرة من الأنشطة اللي الناس عم تقصدها. وبطرابلس الحمد لله تأسس مركز، العمل كتير صعب بلبنان، العمل الاجتماعي خاصة صعب، تعدد طوائف وتعدد مذاهب وصعوبة ومشاكل وصعوبة بالتواصل، يمكن الاعتماد على العمل الفردي بغياب يمكن دولة نوعا ما اللي كمان مش قادرة تساعد، بس هذا الشيء بيعطي فرح لكم، مش هيدا كمان مصدر فرح؟ صح، وهي كان عنوان سبحان الله لأحد أنشطة الناشئة، كان عنوانه ساعد تسعد. والحمد لله عم تربى هالجيل على هيك، انه ساعد بتصير انت مبسوط مش بس بتبسط صح. بس انت وقت تشوف غيرك كمان مبسوط هيدا الشيء بيعطيك سعاده، مثلا رجل كبير بالسن او طفل مثلا محتاج، مجرد ما تشوف البسمه على وجهه من وراء عمل انت قدمت له اياه، هيدا بعتقد كمان هيك بكفي نوعا ما. صحيح. نعم خالد، اذا الاشخاص هيك حابين يتبرعوا كيف ممكن يتصلوا فيكم؟ يعني شو الطريقه نعم
في عنا المراكز اللي حكينا فيها أهم ببيروت، عنا مركز السلطان محمد الفاتح، وفي رقم التليفون 01-30-40-25، أي شخص بحب يتواصل معنا في يتواصل هذا الرقم، بالإضافة لمركز حمزة اللي هو على الكولا، وباقي المراكز اللي حكينا أنه بيقدروا يقصدوها، والويب سايت كمان، والفيسبوك، أي اتصال ممكن يردنا نحن ارشاد-اصلاح.com صحيح، ونحن بنقصد ال.org، ونحن منلبي شخص ونجي لعنده ونشرح له أي مشروع حابب هو يشارك فيه. نعم. خالد طاووش رئيس دائرة الإعلام بجمعية الإرشاد والإصلاح، أهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك كمان مرة، ومشد عقيدكم، أعمالكم كتير حلوة هيك تخلي العالم مبسوطة. نحن رح نختم بسبوت الخاص يلي عملتوه السنة للجمعية ونشاطاتها، ومنتمنى لكم كل سنة وانتم بخير. بتشكركم، أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية. نشوف سبوت بريك، من بعده بنرجع نتابع أخبار الصباح. فرصة سنوية لبداية جديدة، مشاغل الدنيا كتيرة، بس جامعة العيلة صارت أولوية بحياتي. محتاجين من حولنا كتار، ما عندهم بيت ولا أكل، ما بيروحوا على المدرسة، وما عندهم ألعاب، وبحاجة لعناية طبية. مساعدتهم واجب علينا كلنا. في رمضان سوا حنفتح قلوبنا وبيوتنا، معهم حنصوم ونصلي، نفطر ونتسحر، لنعيش الخير بأحلى صورة. من رمضان أنا إنسان أفضل. ننتقل هلأ إلى فعاليات بطولة القارات لأقوى رجل بالعالم. هالمسابقة اللي تم تنظيمها للمرة الأولى بلبنان جمعت مشتركين من لبنان وأنحاء العالم بأجواء حماسية. الفائز كان مايكل شلايخت من الدنمارك، والتفاصيل من تبعها سوا بها التقرير. شمشوم وعنتر وغيرهم من الشخصيات اللي تحدثت عنهم الروايات وكانوا رمز للقوة والقدرات الخارقة تجسدوا هالمرة بلبنان، إنما من خلال 8 رجال امتهنوا مهارات استثنائية كرفع الأثقال وجر دواليب يفوق وزن 400 كيلوغرام. النشاط مميز ولأول مرة عم يتم بلبنان تحت عنوان بطولة القارات لأقوى رجل في العالم من تنظيم الاتحاد العربي للتراث والرياضات التقليدية. هلأ صرنا نحن رسميا مننتدب المنظمات الدولية، ونحن قلنا الحق الحصري لحتى ننظم هالبطولات اللي هي كتير مهمة وبتاخد إذا بدك عندك كتير رونق بلبنان. السنة مشارك معنا 8 أبطال من كل الدول العالمية، بالإضافة للموجودين معنا الشباب اللبناني 2. حبها لأنه رياضة منيحة، بحبها ولعبة القوة لعبتنا، يعني لنا بالباع بحب لعبة القوة على طول، القوة منيحة. قديه فيها مخاطر؟ فيها مخاطر، 100 مرة مصوبين ومطش أوتار ومظبطين حالنا، استعودنا يعني، ما شاء الله. وأنا عم 42 سنة يعني، بعدني عم دايم فيها يعني. الوقت، تكنيك، السرعة، هاي العوامل الأساسية، بس أنا العمر أبو الوقت وحسب طبعا الحركة مظبوطة، أي أهم شيء. نحن كمان عنا مشاركة من خلال شبابنا بيشاركوا مثل هالرياضات تشجيعا للرياضات. على الواجهة البحرية لمنطقة دبي أنطلياس تمت هالبطولة بمشاركة من فرقة خيالة لقوى الأمن الداخلي وتبارت من مشتركين بألعاب عديدة أبرزت قدرات غير طبيعية بأجواء حماسية. واليوم أنا بعتبر أنه هي بداية لحتى جمهورنا يشوف ألعابنا التراثية اللي كانت في الزمانات. هذا حدث نوعي ما في مثله، ما صار مثله بلبنان، ولازم أكيد نشجع. هذه جديدة بلبنان، أول سنة تاني سنة بيعملوها، بس عم مستوى عالمي عم بيعملوها. أستاذ مارون خليل برافو برافو، مهني يعني، شيء حلو كثير. أنا بحب نشوف شيء حلو يعني، لتشوف أشخاص قوية بهالطريقة هاي شغلة كثير حلوة، عم بتشوف شيء ما بتشوفه بالعادة يعني.
الاتحاد العربي للتراث والرياضات التقليدية نظم هالبطولة وأسسها، وهي تقام للمرة الأولى بلبنان والعالم العربي، على أمل أن تصبح محطة سنوية تحظى باهتمام ورعاية رسمية. غالي الذهب غالي وضحكت عنا ايده، فهالمعدن بيبقى الهدية الأجمل لكل المناسبات والزينة يلي ما بتنفسها أي حلي. فبعد الارتفاع التدريجي رجع سعر أونصة الذهب لينخفض بشكل واضح. انخفاض سعر الذهب فتح الأمال بتحرك الأسواق التجارية، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، ارتفع الذهب ولا انخفض؟ تقرير. من حوالي 6 أشهر بدأت أسعار الذهب بالانخفاض عالميا، فانخفض سعر أونصة الذهب من 1920 دولار بأيلول 2011 ل 1200 دولار اليوم، وهو انخفاض استبشر فيه أصحاب محلات المجوهرات خير لجهة تحسن حركة البيع بعد ركود دام لعدة سنوات، إلا أنه رياح الأوضاع بلبنان صارت بعكس ما بيشتهي الجوهرجية. الوضع لازم يتحسن، بس أنه البلد مليان سورية والعالم عم تبيع ذهب والأجارات غالية، فنحن ما عم نقدر نبيع ذهب، بس عم نشتري ذهب. حركة البيع صار لولا لولا كتير مصلحتنا خلص. يعني احنا شغلنا أكتر شي بالصيفية ما تمدين على السواح الأجانب، يعني صار سنتين سواح أجانب ما في. نحن أكتر شي عن المغتربين بيجوا من برا، لأنه هون المصنعية أرخص أجارات برا، إذا بدو يشتروا ذهب بيفرق معهم كتير بالجرام، وعنا موديلات نحن ما عندهم إياها برا. عندك بحرية يا ريس صمر شرقية يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصل لي حبيبي يا ريس. 20% تحسن بس مش أكتر، 20% لأنه انخفض، صاروا بيقدروا يشتروا أشياء بسيطة بسعر أقل، بس أقول لك أنه تغير السوق لا. أنا تقريباً أكثر من 20 سنة بهاي مصلحة الذهب، أنا ما كنت بتخيل أنه بده يصير عنا خواتم سناسل. أول مرة بتصير خواتم سناسل وأخذوا السكسي شي رهيب، يعني هني رخص بتروحوا بين 30 دولار 40 دولار 45 دولار. شو بيشوفوا حالهم؟ شو بيشوفوا حالهم؟ الجمل بليرة وما في ليرة، مقولة مشهورة تحولت لواقع بعيشوه اللبنانيين يوميا، فرغم انخفاض سعر الذهب بقيت أسواق المجوهرات خالية من روادة، والحركة بالمحلات تتلخص بهجمة قوية على بيع الذهب وليس على شرائه. بقي مصاري مع العالم لحتى تشتري بعد ذهب؟ عم نشتغل كرمال هاللقمة، عنجي عم نلحق، كيف بدنا نفتكر للذهب ولا الفانتازي ولا هيك شيء؟ يعني بالزور عم نعيش. واللي ما معه بده ياكل قبل، بيجي ذهب؟ ولا بياكل؟ غالي الذهب. نشتري فبيجوا مثل الذهب وبسعره حلو. ذهب غالي، العالم ما عم بيقدروا يشتروا، فعم بيلجأوا للفوبيجو، الفوبيجو هلا كتير دارج ورخيص. يعني من زمان كانوا يشتروا، إذا معه مصاري يشتروا ذهب ويحطوا على جنب، إنه ذهب سالي، بطل حدا معه مصاري تيشتري ذهب ويحطوا على جنب. إذا كادو بده ياخذ مش عم ياخذ كادو ذهب، خلص اللي ما بعرف، في غير ناس بيشتروا ما بعرف. تأزم الوضع السياسي وانخفاض القدرة الشرائية عاملين انعكسوا على مختلف القطاعات اللبنانية، اللي من المتوقع انه تستمر بحالة من الركود لبقية هالصيفية. عالم بطل عنده ذهب لبيع، خيي لبناني ديعان، هاي لبناني للسربات، وبصوا عالم كله لبناني ديعانه، ضحكوا عليه مثل سعدان بالسجن ما فيك تمسكه، بس حط على القفص شو بيصير. لبنان هيك عمله. ما في شك ان علاني عم جرب حط الحق على ميلي، بتطلع حوالي من فتك المهرب من اي ميلي، عم جرب افهم العلقوان عم بمشي على القانون، ما في شك ان علقانين.
وبنستعرض كمان بعض المواعيد الثقافية يلي رح نكون بانتظارها، وتحديدا بننتقل هلا إلى منطقة بسوس ومتحف الحرير يلي تم افتتاح الأسبوع الماضي معرض الحرير، هالمعرض السنوي يلي رح يستمر لغاية تشرين الثاني. هالسنة بضم مجموعة خاصة من الحرير الصيني، والمعرض بيفتح أبوابه يوميا من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 6 بعد الظهر، ونهار كل تنين بيسكر. موعد آخر وهو تمديد لمس مسرحية بيروت طريق الجديدة من كتابة وإخراج يحيى جابر وتمثيل زياد عيتاني، هالعمل المسرحي رح يرجع ينعرض ب 8 و 9 الشهر على خشبة مسرح مترو المدينة بتمام الساعة 9:30 المساء. وهلا بختام الحلقه بننتقل مثل العاده الى استوديو كلام بيروت لنتعرف اكثر على ملفات اليوم مع زميلنا سلمان سريدي. صباح الخير. صباح الخير جوال وبيارات، ضيفنا بعد شوي بيوصل النائب السابق دكتور صلاح حنين. نعم. امبارح يوم حافل بالخطابات اذا بدنا نقول والمواقف من كل ما يجري على الساحه الداخليه وايضا الاقليميه. خطاب الرئيس سعد الحريري امبارح بافتراض سلسله الافتراض لتيار المستقبل، وايضا كلام السيد حسن نصر الله، وقبله ما جرى بالاحتفال بعيد الجيش والرسائل الامنيه ومواقف رئيس الجمهوريه ايضا. ما صدر عن سيده الجبل ايضا، وبدنا نتابع بالقسم الاخير حول المحكمه الدوليه في هذا الاتار. نعم. اي اتصال هاتفي سلمان؟ لا ما في اليوم اتصال هاتفي لانه يعني المواقف مثل ما قلنا كثيره ما بدنا نعددها هلا. نعم. من موضوع الحكومه لموضوع السلاح لموضوع الحوار الوطني لموضوع الوضع الداخلي لموضوع تشكيل الحكومه و نعم. المشاركه بالخارج ودعم قوى داخليه وخارج. يعني يا دوب يلحق دكتور حنان حتى بنروح على فلسطين ايضا كمان لانه خطاب السيد نصر الله امبارح كان مركز على فلسطين يوم القدس العالمي، وبالتالي وين لبنان في اطار ما يجري يعني أيضاً. ان شاء الله تلحقوا من هلا للساعه 10 سلمان تغطوا كافه التفاصيل والمواضيع. ان شاء الله يوصل ضيفنا بالاول. واكيد اليوم ما في عجقة سير من خلال الجوله اللي عملناها مع على الطرقات، ما في عجقة سير. اذا دقائق قليله بتفصلنا عن متابعه كلام بيروت. مثل العاده بنذكر انه فيكم تتابعوا الحلقه من بعد ما نختم اخبار الصباح عبر الارضيه والفضائيه، اما عبر القناه الخاصه بامريكا فيكم تطلعوا على البرنامج من خلال الويب سايت www.futuretvnetwork.com. وضيفنا لبكره رح بيكون الفنان مارون نمنم، فكونوا معنا هيك تنرجع نعمل معه جوله على الايام الحلوه يلي كنا نعرفها بالاغنيه. طبعا واكيد من دون ما تنسوا انه نهار الاحد بنخصص وقت لاغنيه من الزمن الجميل، رح نتركها سربريز لبكره. بالختام ما خليني اذكر انه التقرير الرياضي هو اعاده لتقرير سبق وقطع خلال الاسبوع ل 11 نادي انجليزي عم بيحتفلوا بمرور طيب تقرير رياضي جديد لابرز النتائج اللي سجلت بال 24 ساعه الماضيه. بكره ما تنسوا حلقه جديده من برنامج اخبار صباح على 7:30، كونوا على الموعد. باي باي. بيحتفل 11 نادي انجليزي مطلع الاسبوع المقبل بمناسبه خاصه جدا، اذ مر 125 سنه على تاسيس دوري كره القدم الانجليزي، وهي بطوله الدوري المنتظمه الاقدم في العالم والنموذج اللي سارت عليه كل مسابقات الدوري حتى هلا. ففي ايلول سبتمبر من العام 1888 اتفقت أندية أستون فيلا وبلاكبيرن روفرز وبولتون ووندرز وبيرنلي وديربي كاونتي وأفرتون ونوتس كاونتي وبريستون نورث أند وستوك سيتي وويست بروميتش ألبيون وولفرهامبتون ووندرز ويلينغتون، لم يعد موجود هذا النادي، على تنظيم أول بطولة دوري في العالم، وفاز بالنسخة الأولى فريق بريستون نورث أند. ومع أنه كأس الاتحاد الإنجليزي اللي انطلق عام 1871 هو اللي يعزى إليه الفضل في انتشار كرة القدم خارج الجزر البريطانية ليتم تقنين الاحتراف في 1885، رأى ويليام ماكي غريغور رئيس أستون فيلا وقتها أنه إقامة مسابقة تنافسية بشكل منتظم سيكون أفضل وسيلة أمام الأندية الكبرى لتحقيق الإيرادات والإنفاق على نفسها بدلا من الاعتماد على مباريات الكأس واللقاءات الودية غير المنتظمة. ولذلك بعث رسالة في الثاني من آذار مارس بالعام 1888 إلى 12 نادي يقترح فيها إقامة بطولة للدوري. وبالثامن من أيلول سبتمبر من العام ذاته انطلقت البطولة بمشاركة أندية من شمال ووسط البلاد.
وأثبتت الفكرة نجاحها الكبير، وتم إقامة مسابقة للدوري للدرجة الثانية أيضا بعد 4 سنوات فقط. كما تأسس دوري الدرجة الثالثة في العام 1920-1921، وفي الموسم التالي تم تقسيمه إقليميا إلى شمال وجنوب، ولا يزال 11 نادي من 12 نادي شاركوا. أما نادي 12 اللي كان يعرف باسم أكرينغتون فقد مكث من العام 1876 إلى 1896، لكن البلدية اللي بينتمي إليها لا تزال ممثلة في الدوري من خلال نادي أكرينغتون ستانلي يلي بيلعب بدوري الدرجة الرابعة. ولن يشارك أستون فيلا وأفرتون وستوك وويست بروميتش في مباريات مطلع الأسبوع المقبل الاحتفالية لأنهم يلعبوا في الدوري الممتاز. وعبر غريغ كلارك رئيس رابطة كرة القدم عن فخره بما وصل إليه الدوري وبلوغه محطة مهمة في تاريخه، وقال على مدار 125 سنة قدمت أندية الدوري أعظم العروض أسبوعا تلو الآخر، وأضاف أنديتنا وجماهيرنا هم القلب النابض لكرة القدم المحلية يلي بيمنحوا كرة القدم الإنجليزية الاتساع والشعبية واللي مكنتها من الانتشار إلى جميع بقاع العالم. ولم يعد دوري كرة القدم بطولة تضم 92 من أبرز الأندية في البلاد كما في السابق، ولكن يفاخر حاليا بوجود 72 عضو بعد تأسيس الدوري الممتاز في العام 1992، واللي أصبح على مدار آخر عقدين مسابقة أضخم من حيث حجم الإيرادات والرواتب والمنشآت. وتبعا لإحصاءات الحضور الجماهيري فإن دوري الدرجة الثانية في إنجلترا هو خامس أكبر مسابقة من حيث عدد المشجعين في أوروبا بعد دوري الدرجة الأولى الألماني والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري الدرجة الأولى الإيطالي. وأقيم 114 موسم إجمالي من دوري كرة القدم حيث وقفت المسابقة 11 سنة بسبب الحربين العالميتين الأولى والثانية. ومن بين 11 نادي من المؤسسين الأصليين للبطولة اللي لا يزالوا يلعبوا بأسمائهم أمضى 7 أندية معظم السنوات الطويلة في دوري الأضواء، ويتصدرهم أفرتون يلي أكمل 110 مواسم في دوري الأضواء، يلي أستون فيلا 97 وويست بروميتش 75 وبلاك بيرن بولتون 71 لكل منهم وولفرهامبتون 63 وديربي كاونتي 61.